اختار المدير الفني للمنتخب الوطني إيهاب جلال 44 لاعبا للانضمام لمعسكر المنتخب في إطار الاستعدادات لمباراتي مصر ضد غينيا وإثيوبيا ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2023 بكوت ديفوار. ومن المقرر أن يواجه منتخب مصر نظيره الغيني في الخامس من الشهر المقبل قبل مواجهة إثيوبيا في التاسع من الشهر نفسه. وسيبدأ المنتخب الوطني معسكره في 30 من مايو الجاري بانضمام جميع اللاعبين المحليين باستثناء لاعبي الأهلي الذين سينضمون يوم 31 من مايو نظرا لخوضهم نهائي دوري أبطال إفريقيا.